الرحمن الرحيم. أنا عادل أحمد، اكتشفت صدفة إن زوجتي جامعة ما بين اتنين، أنا وشخص تاني، زواج رسمي. صدفة ازاي يا عم الحاج؟ يعني انت عرفت ازاي صدفة ان مراتك متجوزة؟ وبعدين انت مشكلتك ان مراتك متجوزة عليك رسمي، ولا مشكلتك ان هي متجوزة عليك اصلا؟ جابت منه وأنا عرفت الموضوع دوت صدفة. وانجبت صدفة، يعني انجبت. طب وهي بقى لما عرفت ان في كده، عرفت بقى ازاي ان اللي في بطنها ده ابنك ولا ابن ضرتك؟ عرفت هي ازاي؟ ولا هي كانت بتخلف وبتعمل على العيال رفه؟ يعني انت مالك وانت كتاب يا حبيبي؟ لو انت طلعت مالك هتطلع انت ابن جوز الاولاني، وانت لو طلعت كتاب هتطلع ابن جوز التاني. هي كانت بتعمل رفه على العيال، ولا هي كانت بتعرف ازاي هي حامل من مين؟ ازاي كانت بتعرف هي حامل من مين؟ فاضل في جامعه ما بيني وبين شخص اخر جواز رسمي، ومخلفه مني ومخلفه من الشخص الاخر، وانا ما كنتش اعرف لمده سنتين. وعرفت صدفة لما حصل خلاف ما بينها وبين اختها، فاختها جت بلغتني. هي دي اختها. وصدفة لو ما كانتش اختها اتخانقت معاها، ما كنتش انت هتعرف اصلا ان مراتك متجوزة عليك. وصدفة ما كنتش هتعرف ان مراتك متجوزة عليك، بقالك سنتين ما تعرفش، ومش هتعرف ان مراتك متجوزة لو شفتها قلبت عليك. عم الحاج احنا كرجالة ما بقيناش عارفين نعملها على مراتاتنا. اتعملت فيك ازاي؟ وما تقوليش صدفة، اتعملت فيك ازاي ان مراتك اتجوزت عليك من سنتين؟ احنا ما بقيناش نعرف نعملها، احنا كرجالة ما بنعرفش نعملها على مراتاتنا دلوقتي. غريبة الحقيقة ان زوجة تتجوز على جوزها وتخلف منه، وكمان كانت بتجيب زوجها التاني لمحل اقامة الاول وقت عمله. لا عادي، صدفة عادي، صدفة عادي.